تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم رايحة ندير لكم تحلية باردة هايلة إن شاء الله لشهر رمضان، يعني حتى لسائر الأيام. هذه التحلية مقاديرها بسيطة وغير مكلفة وسهلة التحضير، ورايحة تعجب بزاف ولادكم، يعني وتعجبكم وتعجب الأسرة كامل. هي عبارة فقط عن هنا عندي ريتلة حليب، نضيفوا لها زوج صفار بيض، توكلنا على الله، زوج صفار بيض، نضيفوا لها كذلك ست مغارف تاع السكر، نضيفوا لها ست ملاعق تاع السكر، عندي ملعقة واحدة، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذه ستة تاع السكر. وعندي كذلك تلت ملاعق تاع مايزينا اللي هي النشا، نضيف كذلك تلت ملاعق تاع نشا، ثلاثة هكذا الملاعق معمرين، نضيف كذلك فانيليا، هذا الخليط نحطه فوق النار حتى يعقد، وبعد نرجع ليه باش نكملوا قطع من الشوكولا اللي عندنا. هاي لك فوالا الكريمه تاعنا راهي فوق النار، هاي لك عادوا شوفوا راهي قالت هكذا، قعدوا حركوا فيها بدون انقطاع على نار يعني هادية متوسطة، شوفوا كيفاش راهي تقالت عندنا. بعد ما دارت ما عقدت لنا الكريمة تاعنا، نقسموا الكريمة على اثنين، نقسموا الكريمة على اثنين، بسم الله. قسمنا الكريمة على اثنين، زدت شوية كذلك، زدت نحي شوية، هاي الكريمة اللي قسمنا اللي نقصنا منها عفوا باش تشوفوا. الان ناخذ هاد القطع تاع الشوكولا نحطوهم في الكريمه في النصف الاخر تاع الكريمه، ونبدا نخلط باش تدور، ونضيف كذلك ملعقه تاع الكاكاو، هكذا ونخلط.
الكريمه تاعنا كيفاش جات تاع الشوكولا، وهاي ليك البيضه. الان ناخذ كؤوس هكذا، اي كؤوس عندكم، دي فيغين اللي عندكم في الدار، ونبداو نفرغوا، نحطوا هكذا اون ميم طون نفرغوا الشوكولا والبيضه هكذا. نزيد كذلك، عفوا نزيد كذلك هذه. نكمل كامل انايا هكذا الكؤوس تاعي ونخليهم يبردوا، ومن بعد نوريهم لكم في طبق التقديم. رجعنا، هاي لك التحليه تاعنا. وانا راني شبحتها بهكذا هاد الحلويات هادو تاع الاطفال. عندك هذا النوع هذا، وانتم ديروا باي حلويات تحبوا. ان شاء الله هي تعجبكم التحليه تاع اليوم وتنال رضاكم، وتجربوها. والى فيديو اخر ان شاء الله، استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.